الحديث أكثر مشاهدينا حول هذا الخبر ينضم إلينا فضيلة الشيخ عبد الرزاق مشير وهو إمام وخطيب مسجد أبي النبي. أولا نحمد الله على سلامتك فضيلة الشيخ، حدثنا عن وضعك الصحي أولا. أول حاجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، فضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل جهود الخيرين من أبناء هذا الوطن من الأهل والأصدقاء والأحبة وفاعلي الخير. الحمد لله رب العالمين، تم اليوم ظهرا الإطلاق سراحي من معسكر ومسجن ميتيقا، فضل الله سبحانه وتعالى، والحمد لله أنا الآن موجود بين أهلي وبين ناسي وأحبابي وأصدقائي بصحة جيدة، والحمد لله رب العالمين، والشكر موصول لكل من سعى الحمد لله وتواصل مع الجهات المسؤولة بميتيقا وحاول أن يقدم الدعم والمساندة لأهلي في غيابي، كل من قدم شيء وقنوات الفضائية وغيرها، كل من ساهم في هذا الأمر نسأل الله سبحانه وتعالى يكتب له الأجر، والحمد لله رب العالمين، نسأل الله أن يضل أهل بلادنا بالأمن والأمان. طيب فضيلة الشيخ، ما هي أو حدثنا عن حيثيات هذا الاعتقال الذي جرى لحضرتكم، وأيضا ما هي التهمة من خلال وقوعكم في الأسر أو وقوعكم في الاعتقال لمدة فاقت الشهرين، ما هي حيثيات التهمة التي يقول أو تقول قوة الرد الخاصة أنكم ارتكبتموها؟ أولا أخي الكريم، أنا مع شكر الكبير لقناة التناصح وغيرها من قنوات لوقوفها ومساعدة لي، لأن أعتذر على الإجابة الآن، لأن بصراحة في وضع يعني اجتماعي الناس من حولي موجودين وكذا، وهذه أمور أمنية لا يمكن التحدث عنها يعني هكذا خلال الهاتف، لكن أنا مطمنك أخي الكريم، مطمن جميع الأحبة والأهل أنني بصحة جيدة وأني موجود الآن بين أهلي، وأن الأمور تمت على ما يرام، وتم التعاون مع من جميع الجهات تم التعاون، والحمد لله رب العالمين ثمار هذه الجهود أننا الآن موجود بين أهلي وأحبابي، نسأل الله تكون هذه كما يقال خاتمة الأحزان، وربي سبحانه وتعالى يديم علينا الأمن والأمان، وجزاكم الله كل خير. طيب نسأل الله ذلك. فضيلة الشيخ، في سياق متصل، بان فترة اعتقالك ووقوعك في الاحتجاز كانت هناك مظاهرات تخرج تقريبا كل جمعة وتطالب بالإفراج عن حضرتكم، أيضا كما أشرت أيضا وسائل الإعلام لم تتأخر في القيام بواجبها، هل كان لهذا الدور من خلال المظاهرات ومن خلال الإعلام، هل كان له دور في إطلاق سراحكم أم ماذا؟ هو مما لا شك فيه، كل هذه كانت يعني كلها كانت جهود مباركة وطيبة وساهمت يعني في حل حالة الموضوع، وأكيد كان لها دور إيجابي، يعني مما لا شك فيه كان لها دور إيجابي في السرعة في أن الموضوع يعني تم بهالشكل هذا اللي هو تم نهار في الظهيرة هذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. يعني أنا أعتذر والله، أسف جدا والله، بودي الاستمرار معكم، لكن يعني أنا في وضع اجتماعي الآن محرج جدا، بالله أعذروني. نقدر ذلك، نقدر ذلك. نعم شيخ، شكرا لك، كنت معنا فضيلة الشيخ. نعم شكرا لك فضيلة الشيخ عبد الرزاق مشرب، كنت معنا الخطيب والواعظ في مسجد بن أبي، شكرا لك، بالعودة إلى